ثم يا أخي لو كان التطبير بزمن أي إمام من الأئمة وسكت عنه حاضرين نسكت نقول لك كان بزمن الإمام كذا وسكت، بس تطبير ما كان بزمن الأئمة، تطبير أنتوا جبتوه بزمن الصفويين يعني تقريبا 500 سنة وشوية، جبتوه بزمن الصفويين من أرثوذكس القفقاز يعني مسيحية القفقاز، كانوا يوم الصليب يطبرون، جابوا الصفويين عجبتهم الشغلة ودخلوها لكربلاء. سبحان الله صار الدين، صار الدين يا أخي. طيب كيف هيك يا أخي؟ ما لشي، أنت بدك اصطفل، بس احنا عم نقلك يا أخي حتى لو كان بجوز. شوف شو عم تسيء للحسين، شوف شو عم تسيء للحسين. هلا هذول قاعدين بالحسينيات وبيحمسوا الناس على التطبير وعلى الشعائر وعلى ما أدري شو. طيب ويا زينب وإحنا فداء زينب وإحنا لأجل زينب، تفضلوا هاي زينب يلا روحوا قاتلوا يلا تفضلوا، هاي على شو اسمه بدأ تنزل على اليوتيوب، تفضلوا هذه زينب. إذا كنتوا فعلا تدعون بأنكم تحبون زينب وتريدون أن تواسوا زينب وأن تدافعوا عن زينب يلا شرفوا، في عندكم من المراجع من يجيز القتال، تفضلوا شرفوا. هي قصة حكي ومزيدات، قصة احنا كل الموضوع انه انتوا عم تسيئوا للإسلام بهي التصرفات، عم تسيئوا للحسين عليه السلام بهي التصرفات. شوف هذه المناظر اللي عم تنزل على اليوتيوب، واحد عم بيحلق لابنه من هون طفل وقاعد ابنه عم بيصرخ وعم يضربه، عم يضرب له راسه لحتى يطبره. يا اخي اي 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 حسين بيقبل هيك يا اخي؟ هذا المرجع اللي افتى بالجواز بيعمل هيك لابنه؟ اقسم بالله ما رايت مرجعا طبر، وما رايت اولاد مراجع طبروا، وما رايت مشايخ على قدر من العلم طبروا. بس للناس هاي الفتاوى؟ اذا ما كنت واسو الحسين تفضلوا انتم انزلوا قدام جماعتكم وطبروا، وش تخلوا جماعتكم يطبروا وانتم تقعدوا بالسراديب وتحافظوا على انفسكم وبقصوركم وعلى اولادكم وعلى حواشيكم؟ تفضلوا انتم طبروا. مين قال انه عدوكم مش مبسوط منكم ومكيف لانه انتم عم تقدموا ماده دسمه للتكفيريين حتى يصروا على تكفيرهم للشيعه وعلى قتلهم للشيعه وعلى هدر دماء الشيعه؟ مين قال انه الاستكبار العالمي مش مكيف ومبسوط منكم يا أيها المراجع الذين تحافظون على هذه الشعائر المبتدعة والمختلقة؟ مين قال إنه الله إنه هودي إسرائيل وأمريكا مش مكيفة منكم ومبسوطة؟ والله إنكم تقدمون خدمة للاستكبار يحلمون بها، لأنه مادة التكفير دسمة الآن ومادة إهدار دم الشيعة دسمة الآن من خلال هذه المظاهر التي تسيئون فيها إلى التشيع والتي تعطون فيها المبرر للتكفيريين وغير التكفيريين. هيك بدنا نشتغل؟ حسين عليه السلام هيك كان؟ لأجل هيك خرج؟ يا أخي بس خلينا نفكر شوي، حسين خرج بس لنحنا نجي نلطم ونضرب صدورنا ونبكي؟ يا أخي والله عمر ابن سعد بكى بأعلى صوتي، عمر ابن سعد بكى يوم العاشر من المحرم على الحسين ابن علي، هل نفعه بكاؤه؟ شو هي قصة بس بكى؟ جماعة عمر ابن سعد حزنوا على الحسين، هل نفعهم حزنهم؟ القصة بالبكى؟ قصة مش بالبكى، قصة بالمبادئ، قصة بالأهداف. روحوا شو بكره بالعاشر بتشوفوا كيف بيفرشوا الجمر قدام مقام الحسين كذا متر وبصيروا يمشوا على الجمر بيحرقوا جريهم. روحوا تفضلوا شوفوا، صارت عادات الهنود الهندوس وعادات الاتراك وعادات القفقازيين هي شعائر حسينيه؟ شو هالمنطقه هاي؟